رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه وبالسلامه وباش ما كنتمناو، وكنتمنى لكم السعاده وحياه مليئه بالحب وبالتسامح وبزاف ديال العطاء. وانا ماشي كوزينيه بزاف، يعني ما كيعجبنيش ندخل الكوزينه بكل صراحه، ولكن ضروري في رمضان كنحاولوا نديروا شي حوايج جداد، كنحاولوا نديروا شي حاجه زوينه، ولكن اغلبيه الاحيان كيعجبني غير ناكل. اكيد كنتفرج الاعمال ديالي، تيعجبني نشوف ماشي غير الاعمال ديالي والاعمال ككل، وكنشوف الزملاء ديالي والاصدقاء ديالي كذلك ونشجعهم، ونشوف حتى راسي باش نشوف يعني ندير تقييم للذات ديالي ونشوف شنو هما الحوايج اللي نقدر ناميليوري من باغ لا سويت. لا انا اصلا دوناتور ما كنتعصبش بالزربه، انا انسانه اللي كيعرفني عارف فيا هاد الخصال هادو انني جد هادئه. على حساب بعض المرات كيعجبني نتلاقى مع الزملاء ديالي والاصدقاء ديالي والعائله، بعض المرات كيعجبني نتكمش ونبقى كنتفرج فوالا نطلع ديماتي. شكرا لكم للمسانده ديالكم والدعم ديالكم والرسائل ديالكم الجميله اللي كتوصلني من عندكم، وكنقول لكم ساينوني ان شاء الله كنوجد لكم مجموعه من الاعمال زوينه. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.